هو يوم ليس ككل الأيام، يوم أعلن فيه النصر على تنظيم داعش الإرهابي وطرده بلا رجعة خارج الأراضي العراقية التي استباحها وانتهك حرمتها. هذه الذكرى الثانية تأتي متزامنة مع احتجاجات يقودها العراقيون الذين اختزلوا مطالبهم بالتغيير والإصلاح. رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن عام 2017 استعادة كامل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي صيف 2014 والتي تبلغ نحو ثلث مساحة العراق. وأعلن هنا من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل 3 سنوات، وبتضحيات العراقيين وجهودهم ودمائهم استطعنا والحمد لله أن نحقق اليوم هذا الانتصار على هذه الدويلة اللئيمة القاتلة وإلى مزبلة التاريخ. القوات الأمنية العراقية كثفت انتشارها وإجراءاتها في العاصمة بغداد تزامنا مع الدعوات التي أطلقت لتظاهرات حشدة في ساحة التحرير للتأكيد على تنفيذ مطالب المتظاهرين ورفض سياسة الترهيب والاغتيالات التي تمارس بحق الناشطين. نقول للأحزاب اطلعوا اطلعوا كافي، لأن هاي آخر شيء بزعنا. مثل ما تحرر الموصل تتحرر هاي، ومثل ما تحرر العراق من داعش وربع داعش، هذا لهم داعش. يعني ما يفرق عن داعش، واحنا نحيي اخوتنا المتظاهرين من المحافظات كلها بساحات التحرير، بساحة التحرير ساحات الاعتصام، وان شاء الله صامدين منا لتحقيق المطالب. الامين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي حذر من وقوع اكبر عدد من القتلى خلال الاحتجاجات الحاشدة في بغداد بمناسبة النصر على داعش. وتخطيط 10/12 يراد منه نقل الفوضى إلى داخل بغداد، يراد منه زعزعة الوضع الأمني في داخل بغداد، يراد منه إيقاع عدد قتلى وجرحى بأكبر عدد ممكن، يراد منه حرق مؤسسات الدولة، يراد منه سرقة المصرف المركزي. وبحسب إحصائيات رسمية فإن الحرب على الإرهاب خلف 18,000 شهيد و36,000 جريح توزعوا على المناطق المنكوبة سواء في الموصل أو صلاح الدين أو الأنبار والمناطق الأخرى، ونحو 5 ملايين نازح، كما أن المنشآت الحكومية تضررت بدرجة بالغة مما يكلف العراق نحو 36 مليار دولار في المنشآت الحكومية ونحو نصف هذا المبلغ في قطاع السكن. وتضررت محافظة نينوى ثاني أكبر مدينة عراقية بأكثر من 90%، فيما تصل خسائر الحرب على الإرهاب إلى نحو 88 مليار دولار. العراقيون اليوم في انتظار شمس الإعمار والبناء وتحقيق ما يصبون إليه من تغيير.